تتصاعد المواجهات الميدانية في أوكرانيا وتتوسع معها دائرة العقوبات والعقوبات المضادة بين الغرب وروسيا. بإعلان الرئيس الأمريكي عن نية واشنطن فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات روسية في سياق ما أسماه معاقبة موسكو. ما زلنا نبقي على أكبر نظام للعقوبات على الإطلاق يتم فرضه ضد أي دولة في التاريخ. سنعلن عن المزيد من العقوبات الأسبوع الجاري مع شركائنا. يجب محاسبة الروس على أفعالهم في أوكرانيا. الإعلان الأمريكي استبقته مجموعة السبع بساعات بالكشف عن توسيع نطاق العقوبات ضد هيئات خارج روسيا والتي تقدم الدعم السياسي والاقتصادي لموسكو. سنكبد روسيا المزيد من الخسائر الاقتصادية وكذلك أفرادا وكيانات داخل روسيا وخارجها يقدمون الدعم السياسي أو الاقتصادي لانتهاكات القانون الدولي. مع فرض 9 حزم من العقوبات يتراجع الاقتصاد الروسي، ولمواصلة هذا الضغط القوي نقترح الحزمة 10 من الإجراءات مع الحظر التجاري الجديد وضوابط تصدير التكنولوجيا إلى روسيا. هذه الحزمة تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار يورو. نقترح فرض قيود تصدير على المكونات الإلكترونية المتعددة المستخدمة في الأنظمة المسلحة الروسية مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ والمروحيات. وعيد غربي واجهته موسكو بلهجة التحدي والصمود حينما أكد الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية فشلت في تدمير اقتصاد بلاده. الاقتصاد الروسي أثبت أنه أقوى بكثير من تقديرات الغرب وأنه قادر على التغلب على جميع المخاطر. العقوبات الغربية تسببت بارتفاع أسعار كل شيء في بلادهم، وإن المواطنين في الغرب هم من يدفعون ثمن هذه العقوبات. الغرب يحاربنا على الجبهة الاقتصادية ولن ينجح. المواجهة الاقتصادية الروسية الغربية تدشن فصلا جديدا بتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية والأوروبية لتطال أطرافا تراها واشنطن وبروكسل بالضالعة في الأزمة الأوكرانية. تقابلها روسيا بتوجيه معاملاتها شرقا نحو الصين والهند.